السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول. والناس اللي سألتني على الستودنت بوك وكتاب المدرسة، احنا النهاردة هنشوف مع بعض كتاب المدرسة وهنكمل برضو مع بعض شرح من الكتاب الخارجي بحيث ان احنا ناخد المعلومة باكتر من شكل. فطبعا يا اصحابي زي ما احنا شايفين ده الكوفر بتاع كتاب المدرسة، وهنا طبعا ثيم 1 او المحور الاول هو ام اي، هو ام اي من اكون، يونت 1 الوحدة الاولى، at the track على المسار في المضمار بتاع السباق، وطبعا ده الباراجراف اللي خدناه المرة اللي فاتت. فما فيش فرق كبير بين كتاب المدرسة او الستودنتس بوك اللي احنا بناخده في المدرسة والكتاب الخارجي. احنا بنستعين بالكتاب الخارجي علشان نوضح المعلومة بشكل اكبر ونشرحها بشكل افضل. النهاردة في سؤال جميل جدا بتسأله لنا بيزي بي، صديقتنا النحلة الجميلة، بتقول لنا هنا read and circle او اقرأ وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. هنلاقي الجزء ده واضح هنا في الكتاب الخارجي وبشكل أفضل، يعني ملون بشكل أحسن. فهنا بيقول لنا I am at a sports event، أنا في حدث رياضي. Today اليوم. With mommy مع أمي. And my brother وأخي. يبقى مرة تانية I am at a sports event today with mommy and my brother. وبيقول لنا هنا some bad athletes الابطال الرياضيين، ولا medals الميداليات، are running بيجروا. المفروض هنقول some athletes بعض الرياضيين، ولا some medals ولا بعض الميداليات، are running بيجروا. شاطرين يبقى هنقول some athletes are running، يبقى هنعمل circle هنا حوالين athletes، حوالين الرياضيين زي ما احنا شايفين قدامنا، are running يعني بيجروا. بيقول لنا كمان the track يعني المسار، المضمار، المكان اللي احنا بنجري فيه، ولا the athlete البطل الرياضي، is 800 meters يعني طوله 800 متر، around the field حول أرض الملعب. المفروض ان هو التراك ولا الأثليت is 800 meters around the field. شاطرين، طبعا التراك اكيد الأثليت مش طوله 800 متر ومش هيبقى حوالين أرض الملعب، يبقى نعمل سيركل حوالين تراك. The track is 800 meters around the field. بيقول لنا كمان the race يعني السباق، ولا the throw الرمية، is exciting مدهشة. The athletes الرياضيين are running very quickly بيجروا بسرعة جدا. very يعني جدا وquickly سريع. يبقى the race السباق، ولا the throw الرمية، is exciting مدهشة. بيقول لنا هنا the athletes are running very quickly، الرياضيين بيجروا بسرعة. المفروض بقى انا هقول the race ولا the throw يا اصحابي؟ شاطرين، هنقول the race لان هو بيقول هنا ان هم بيجروا بسرعة، فيبقى السباق exciting مدهش او حماسي، وده لان the athletes are running very quickly. I hope انا اامل. وليد واحد اسمه وليد. Wins بيفوز، ولا throw ولا يرمي today. انا اتمنى ان واحد اسمه وليد، اقول ان هو wins ولا throw ولا هو يرمي today. شاطرين، انا طبعا لما اتمنى الواحد حاجة كويسة اقول ان هو يفوز، يبقى I hope وليد wins today، اتمنى ان وليد يفوز النهاردة. There is a throwing يعني رمي او قذف،
كومبيتيشن، كومبيتيشن مسابقة، يبقى في مسابقة بيرموا فيها طبعا حاجات كتيرة زي مسابقة رمي الجلة اللي هم بيرموا فيها حاجة زي ما تكون كده قرص كده، بيرموا مسافة بعيدة، اللي بيقدر يرمي المسافة أبعد من التاني يا أصحابي هو اللي بيفوز. فبيقول هنا there is a throwing competition، في مسابقة رمي. to أيضا you have to throw، يجب عليك، you have to ده expression على بعضه معناه يجب أن، فبيقول لك you have to throw يجب عليك أن ترمي، ولا jump jump أن تقفز، the ball as far as you can، the ball الكرة، as far as يعني أقصى درجة من البعد، you can اللي أنت تقدر تستطيع أن أنت ترميها، as far as لأبعد مكان ممكن، you can أنت تستطيع أن ترميها فيه. و as far as طبعا دي ده expression على بعضه لازم نحفظه، معناه لأبعد نقطة ممكنة. يبقى مرة تانية you have to يجب عليك أن throw أن ترمي ولا jump أن تقفز the ball as far as you can. المفروض أن هي throw ولا jump يا أصحابي؟ شاطرين، throw throw أن أنت ترمي الكرة لأبعد مكان أنت تقدر ترميه. بيقول لنا كمان 3 meters 3 متر is a good race، هو سباق كويس، ولا distance مسافة كويسة for throwing the ball لرمي الكرة. المفروض أن ال 3 meters دي good race ولا good distance for throwing the ball يا أصحابي؟ شاطرين، طبعا هي distance، distance او مسافة، لان هي طبعا مفيش race في 3 متر، مفيش سباق في 3 متر، يبقى هي مسافة كويسة لرمي الكرة، فنعمل هنا circle حوالين كلمة distance. بيقول لنا كمان someone شخص ما measures، measures بيقيس، ولا competes، competes بيتنافس، how far the athletes throw the ball، how far كم المسافة، the athletes الرياضيين throw the ball رموا الكرة. يبقى المفروض ان someone measures شخص ما بيقيس، ولا competes بيتنافس، how far كم المسافة، the athletes throw the ball، المفروض ان هو بيقيس ولا بيتنافس علشان يعرف المسافة اللي رمى فيها كل الأثليتس أو الرياضيين الكرة. شاطرين، طبعا هو measures، هو بيقيس how far the athletes، كم تبعد المسافة، the athletes through the ball، المسافة اللي رمى فيها الأثليتس أو الرياضيين الكرة بتاعت الكومبيتيشن أو بتاعت المسابقة. وآخر حاجة بيقول لنا that athlete، ذلك البطل الرياضي أو هذا البطل الرياضي، competed، competed يعني تنافس، وهنا الـ ED بتقول إن هو خلاص اتنافس، ولا measured، measured يعني قاس، طبعا الverb لما بيجي في آخره ED يبقى هنا هو في الباست زي ما عرفنا المرة اللي فاتت أو في الماضي، فهو المفروض إن that athlete هذا البطل الرياضي competed تنافس، ولا measured، measured يعني قام بقياس، in a sports event and won، in a sports event في الحدث الرياضي، and won، and won وفاز، هنا won، won ده الباست او الماضي بتاع win زي ما عرفنا المرة اللي فاتت، يعني فاز، خلاص هو فاز في الماضي. يبقى لما اجي اقول هنا that athlete ذلك البطل الرياضي competed تنافس، ولا measured ولا as in a sports event and won، المفروض اقول ايه يا اصحابي؟ شاطرين، طبعا competed هو تنافس خلاص، وبعدين won او فاز في ال sports event ده او في الحدث الرياضي ده طبعا. والجزء الثاني في البيج حتى في كتاب المدرسة بيزي بي بتقول لنا think and say، think يعني فكر، and say، say وقل. فهنا أصحابنا بيسألوا بعض سؤال وكل واحد بيرد على التاني. فهنا السؤال بيقول What sports events، ما هي الأحداث الرياضية Do you like، Do you like اللي انت بتحبها. What sports events، events هنا أحداث فيها الاس بتاعت البلورال أو بتاعت الجمع، Do you like اللي انت بتحبها. فهنا صديقنا بيقول له I like
throwing I like throwing أنا بحب الكومبيتيشنز أو المسابقات بتاعت الثروينج أو بتاعت الرمي. هنا حتى هو ماسك في إيده بول زي ما احنا شايفين وهو بيقول I like throwing أنا بحب مسابقات الرمي. هنا صديقنا التاني هو بينط من فوق حاجز كده بيقول له I like jumping I like jumping يعني أنا بحب الكومبيتيشنز بتاعت الجامبينج أو بتاعت القفز. وهنا النوت المهمة بقى في الموضوع ده إن احنا لما بنيجي نقول I like I like يعني أنا أحب بيجي بعد منها الفيرب بالING الING علشان خاطر أقول إن أنا بحب حاجة معينة بجيب الفيرب بعد منها بالING. لما أجي أقول أنا بحب اللعب بقول I like playing I like playing. لما أجي أقول أنا بحب القراءة بقول I like reading I like reading أنا بحب القراءة. فـ I like أنا أحب بيجي دايما بعد منها الفيرب بالING زي ما احنا شايفين قدامنا. وفي آخر البيج هنا يا أصحابي بيقول لنا read and complete read اقرأ and complete and complete وأكمل. فهنا بيقول لنا الكلمات اللي احنا نقدر نعمل بيها complete. أول حاجة compete compete يعني بيتنافس compete يعني يتنافس. win win يعني يفوز win win يعني يفوز. measuring measuring يعني يقيس measuring measuring يعني يقيس وبتيجي بمعنى القياس. jump jump يعني يقفز jump jump يعني يقفز. distance distance يعني المسافة distance distance يعني مسافة. throw throw يعني يرمي throw throw يعني يرمي. فهنا في number one بيقول لنا the race track the race track مضمار السباق المسار بتاع السباق is a وبعدين في نقط وبعدين بيقول لنا of 800 meters is a ايه يا اصحابي of 800 meters is a compete ولا win ولا measuring ولا jump ولا distance ولا throw. شاطرين طبعا كلكم is a distance of 800 meters ومسافته 800 meters أو 800 متر. يبقى the race track مسار السباق is a distance of 800 meters مسافة طولها 800 متر. point number 2 of النقطة رقم 2 بيقول لنا يوسف كان يوسف كان يوسف يستطيع ونقط the ball a long way يعني بعيد مسافة بعيدة. يبقى يوسف كان ايه بقى the ball a long way كان compete يتنافس ولا win ولا measuring ولا jump ولا throw. احنا خلاص استخدمنا distance. شاطرين طبعا كان throw throw يعني يقذف يعني يرمي the ball الكرة a long way مسافة بعيدة بعيد قوي. يبقى يوسف كان throw the ball a long way مسافة بعيدة قوي. طب في point number 3 أو نقطة رقم 3 سلمى wants to سلمى تريد أن the 100 meter race the 100 meter race سباق الميت متر. سلمى يا أصحابي بقى wants to يعني تريد compete إن هي تنافس ولا win إن هي تفوز ولا measuring measuring إن هي تقيس ولا jump jump إن هي تقفز the 100 meter race. الواحد لما يبقى عايز حاجة يبقى عايز يتنافس ولا عايز يفوز على طول. شاطرين سلمى wants to win سلمى تريد أن تفوز في طبعا إيه the 100 meter race سباق الميت متر. يبقى مرة تانية سلمى wants to win the 100 meter race. طب في point number 4 بيقول لنا Miss Mona Miss Mona is وبعدين في نقط how far you jump it how far you jump it كم المسافة اللي انت قفزتها. يبقى Miss Mona بتعمل ايه compete ولا measuring ولا jump. طبعا هي measuring هي بتقيس. يبقى Miss Mona is measuring هي بتقيس how far كم المسافة you jump it اللي انت قفزتها. مرة تانية Miss Mona is measuring how far you jump it كم المسافة اللي انت قفزتها.
وفي بوينت نمبر 5 بيقول لنا 10 athletes 10 أبطال رياضيين will سوف نقط in the 200 meter race this afternoon النهاردة بعد الظهر. يبقى 10 athletes will compete ولا jump in the 200 meter race في سباق ال 200 متر this afternoon النهاردة بعد الظهر. شاطرين compete يعني بيتنافسوا. يبقى 10 athletes will compete 10 متسابقين سوف يتنافسوا in the 200 meter race في سباق ال 200 متر this afternoon النهاردة بعد الظهر. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لجزء مهم جدا وهو في الجرامر بتاعنا السنة دي يا أصحابي. النهاردة هنبتدي ناخد الفيوتشر أو المستقبل. إزاي أتكلم على حاجة أنا هعملها في المستقبل لسه ما عملتهاش. فيوتشر يعني مستقبل. فأول فيرب هناخده هو فيرب will يعني سوف. فهنا بيعرفنا في language use أو في استخدامات اللغة future يعني المستقبل. وهنا بيقول لنا will يعني سوف. بيقول لنا تستخدم will, طبعا بنستخدم will للتحدث عن الأحداث التي يتوقع حدوثها في المستقبل القريب أو البعيد, يعني في المستقبل القريب أو البعيد مع المستقبل البسيط أو future simple. وطبعا هنعرف إزاي دلوقتي. فبيقول لنا في الأفيرمتيف أو في الإثبات يعني في الجمل اللي ما فيهاش negative أو نفي, بنقول I will أنا سوف, he will هو سوف, she will هي سوف, it will هو أو هي الغير العاقل سوف, we will يعني نحن سوف, you will أنت أو أنتم سوف, they will هم سوف. وطبعا بنجيب بعد منها be verb to be فبتقول will be. طبعا نقول مثلا tired يعني متعب, يبقى I will be tired أنا سوف أكون متعب أنا هكون تعبان. He will be tired هو هيكون متعب هو هيكون تعبان. She will be tired هي هتكون تعبانة. It will be tired. We will be tired. You will be tired. They will be tired. يبقى بنقول will be سوف يكون, بقول tired تعبان أو متعب. أما في النيجاتيف أو في النفي يعني لما بنفي حاجة مش هتحصل بقول I will not. will not دي طبعا ليها اختصار اسمه want w-o-n apostrophe t يعني will not. يبقى I will not be يعني سوف لا أكون. want ده الاختصار بتاعها. يبقى لما أقول I will not be يعني أنا سوف لا أكون, ممكن أقولها I won't be أنا سوف لا أكون tired متعب أنا مش هكون تعبان, أو I won't be tired أنا سوف لا أكون تعبان. برضو he won't be tired, she won't be tired. وممكن نقول she will not be tired هي بس won't هنا ده الاختصار بتاع will not أو سوف لا. سوف لا, ولو قلنا دي بعد كده يبقى سوف لا أكون. we will not be tired أو we won't be tired, you won't be tired, they won't be tired هم سوف لا يكونوا متعبين. لما باجي أسأل في المستقبل فبقول في question form أو في صيغة السؤال will I be tired, will I هل أنا سوف أكون be tired متعب. will I be tired هل أنا سوف أكون متعب. بجيب will في الأول وبعدين بجيب subject أو الضمير, وبعدين بجيب verb to be والadjective أو الصفة في الآخر. ف will I be tired هل أنا سوف أكون متعب, will he be tired هل هو سوف يكون متعب, will she be tired هل هي سوف تكون متعبة, will it be tired, will we be tired, will you be tired, will they be tired. طبعا يبقى في question form أو في صيغة السؤال بجيب will في الأول وبعدين بجيب subject أو الضمير وبعدين بجيب verb to be والadjective أو الصفة في الآخر. وطبعا في short answers أو إجابات مختصرة إجابات صغيرة
في الaffirmative أو في الإثبات بنقول yes I will. yes I will، نعم أنا سوف أكون، هكون تعبان. yes I will. طب لو عايز أقول هو هيجي هيكون فعلا تعبان، yes he will. هي هتكون تعبانة، yes she will. yes it will. طبعا هو وهي الغير العاقل للكات والدوج، yes we will، نعم نحن سوف نكون. yes you will، نعم أنت سوف تكون، هتكون تعبان. yes they will، نعم هم سوف يكونوا، سوف يكونوا متعبين. طب في النيجاتيف أو في النفي بنقول no، no I won't، لا أنا لن أكون متعب. no he won't، هو لن يكون متعب. no she won't، لا هي لن تكون متعبة. no it won't، no we won't، no you won't، no they won't. فدي اسمها short answers أو الإجابات المختصرة، وطبعا في examples في الآخر، أمثلة كده صغيرة. بيقول هنا I think the athlete on the left will win. I think، أنا أعتقد، the athlete، البطل الرياضي، on the left اللي هو على اليسار، will win، will win، سوف يفوز، إن هو هيفوز. بيقول كمان it won't، هي لن تكون، be easy to win today، لن يكون من السهل، مش هيكون من السهل، easy سهل، to win today، ان احنا ان انت تفوز النهاردة. will they be tired، will they be tired، هل هم سوف يكونوا متعبين. will they be tired، هل هم سوف يكونوا متعبين. وبكده نكون انهينا الجزء ده وانهينا معاه درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لازم نحفظ الكلام اللي اخدناه النهاردة كويس، الخاص بالجرامر والفيوتشر تنس او زمن المستقبل، وverb will او فعل سوف اللي هو بيعبر عن الفيوتشر تنس او زمن المستقبل. نعرف الكلام ده ونحفظه ونحاول نكون جمل باستخدام الكلام اللي اتعلمناه النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.